وصلنا إلى فقرة استضافة وضيفتنا اليوم نازحة يمنية في ماليزيا، أسست مدرستين وسجلت قصة نجاح إلى جانب قصص أخرى نادرة لنازحين يمنيين في ماليزيا. ضيفتنا اليوم سيدة الأعمال شيماء عبد الله، أهلا وسهلا فيك سيدة شيماء. أهلا وسهلا فيكم، الله يحييك. شرفنا فيكم اليوم. الشرف لنا طبعا شيماء. شيماء، عشان نعرف قصتك أول شيء بنبدأ بالأسئلة المعتادة في البرنامج، بعدين نرجع نتحول إلى الأسئلة اللي نعرف نتعرف فيها أكثر عليك وعلى قصتك. مستعدة؟ أهلا وسهلا. لو أطلب من شيماء توصف نفسها بكلمة، إيش ممكن تقول؟ بكلمة واحدة صعبة. أيوة. مربية. أكثر وسيلة تواصل تستخدميها؟ تليفون أكيد. ها، من مواقع التواصل الاجتماعي أو منصات التواصل الاجتماعي أي واحدة فيهم؟ ممكن فيسبوك، واتساب، ممكن انستغرام، ممكن واتساب. أوكي. أجمل مكان زرتي في حياتك؟ بلادي اليمن. جميل. مكان تتمني زيارته؟ برضه إن نرجع اليمن. شخصية تتمنى مقابلتها؟ شخصية تتمنى مقابلتها، مش حد كده معين بالضبط، في كثير الواحد يتمنى مقابلتهم. سمي لي اسم. والله لا يخطر على بالي اسم، لكن مثلا هنا في ماليزيا شخصية رئيس الوزراء مهاتير محمد، هذا الجميع يتمنى مقابلته وياخذ من تجربته. جميل. طيب لحظة سعادة عشتيها؟ لحظات السعادة كثيرة الحمد لله، أكثر لكن لحظة أحسن سعادة. وقت أحس فيه لما يكون فرحة أولادي، لما أشوف فرحة أولادي أكون سعيدة. يخليهم لك. طيب مجال دراستك؟ تخصصي في إدارة الأعمال، وبعد كده لما جيت ماليزيا أخذت في مجال الإدوكيشن. ها جميل. طيب شيماء، كيف تحبي تعرفي عن نفسك؟ أم ومربية مثل ما قلت، فمجالي في التربية كبير، و هذا أعتقد أكثر وصفين ممكن أوصف نفسي فيهم. طيب لو تكلمنا عن ريادة الأعمال وشغلك اللي بدأتي الآن، كيف كانت البداية؟ البداية في مجال المدارس، أنا عندي كان مدرستي في اليمن، فمش جديد علي. فلما جيت ماليزيا على طول، أول ما جيت يعني كانت الفكرة في راسي، على طول بدأت اتخذ الخطوات. أول ما وصلت شفت ايش المفروض اني اعمله وايش الامور الرسمية وبدأت، وكسبت سمعة والحمد لله، حققنا سمعة في وقت قصير جدا. جميل. الواحد لما يكون في غربة، في بلد غربة مش في بلده، يكون يواجه عوائق وصعوبات، يعني هل هناك عوائق واجهتيها في التأسيس؟ كثير. مثل؟ أكيد، يعني الواحد بغير بلدك، أنت في بلدك تعرف قوانينك، تعرف كل شيء عندك، لكن هنا أول مرة قوانين البلد نفسه مختلف تماماً عن عندنا شوية. الصعوبات نفسها في البداية لما تكون مكان جديد، يعني أنا أسست المدرسة بعد ما وصلت ماليزيا بثلاثة شهور فقط. طيب كيف تمكنتي من اجتياز هذه العوائق؟ والله كنت أشتغل كثير، يعني يمكن 18 ساعة في اليوم ما بين تأسيس ودراسة ومتابعة، ولغاية ما انطلقت المدرسة بعد ما وصلت بثلاثة شهور ومشينا والحمد لله، واستمريت إلى الآن يعني الحمد لله. يعني المدرسة بالذات المجال التربوي يحتاج الواحد على طول يكون على تجديد واطلاع وتطوير. فعلاً. طيب هذه الصعوبات اللي يواجهها أي مغترب أو أي نازح فتح عمل برا بلده، طيب الصعوبات التي واجهتها كامرأة يمنية، أتوقع في صعوبات أكثر وأعمق. هنا كامرأة يمنية بالعكس، يعني ممكن بصراحة يعني معنا سفارة متساعدة كثير معنا وتسهل لنا كثير من الأمور، والسفير هنا ما شاء الله عليه يعني قائم بالواجب بزيادة، هو أعضاء السفارة.
فهذا بالنسبة للمدرسة اليمنية. بالنسبة للمدرسة الانترناشنال شوية صعوبات كانت فيها، لكن برضو ما حسيتش فرق أنني امرأة أنه في صعوبات خاصة فيها. يعني كانت الصعوبات للجميع، لكل المستثمرين اللي وصلوا من اليمن. طيب يعني في يوم من الأيام شعرتي بالفشل أو الرغبة في ترك العمل؟ أبداً، أنا ما عنديش اليأس أبداً. جميل. يعني إنسانة طموحة وأمشي لقدام، يعني حتى لو عندي يعني وصلت لمرحلة يأس، اليأس هذا يخليني أبدأ بداية جديدة أكثر قوة. جميل. الإنسان القوي دائماً عنده رسالة في الحياة، إيش رسالتك في الحياة؟ رسالتي نشر التعليم وتثقيف الأمة. جميل. طيب أنت انتقلتي إلى ماليزيا، هل كان محض صدفة ولا اخترتي ماليزيا بالذات عشان تبدأي فيها مشاريعك؟ وكان الفكرة موجودة من سابق، يعني من قبل الحرب وقبل النزوح لماليزيا، وتأخرت بسبب أو بآخر. فعشان كده أول ما حسيت نفسي أنني لازم أخرج فكرت على طول في ماليزيا. جميل. طيب إيش اللي قدمته لك ماليزيا بالمقابل؟ أمان، استقرار، دراسة أفضل لأولادي. حسيت انه احسن اني خرجت عشان اولادي يعني يلاقوا تعليم افضل في الفتره هذه ويبعدوا عن المشاحنات الداخليه. جميل. طيب شيماء، انت جربتي النزوح وجربتي النجاح، مقابل ايش اللي قدمتي لغيرك من النازحات؟ هنا نحن في مجتمعنا، المجتمع اليمني صغير، صحيح هنا ما شاء الله العدد كبير لكن صغير، ونحاول نحن نساعد بعض، يعني كل واحد يحاول يساعد بقدر الامكان. يعني عندنا في المدرسة بالتعاون مع السفارة والجالية اليمنية في عندنا مقاعد مجانية للي هم غير ميسور الحال وعندهم أولاد ويحتاجوا يدرسوهم، فنقدم لهم أكيد. هذه تقريبا بحدود 30 مقعد مجاني. غير كذا خصومات خاصة لليمنيين والعرب نقدمها في المدرسة على أساس إن إحنا نساعد الجميع إنه يدرس، وما تكونش عائق المادة هي واقف قدام أي حد يحب إنه يدرس. معروف إنه المجتمع اليمني في ماليزيا كبير، أنت هذا تحطي في راسك لما توظفي الناس ولا لا؟ طبعاً نحن نحاول نحن نوظف، الكفاءات موجودة. يعني تعطي الأولوية لليمنيين أو ماليزيا من اليمن كثيرة. تعطي الأولوية لليمنيين أو ما تفرقش؟ في المدرسة أكيد. طيب هو طبعا المدرسة اليمنية بالذات اللي عندنا الأولوية لليمنيين فيها لأنه منهج يمني وهم أدرى، لكن برضو ما يمنعش أنه معانا جاليات عربية وبرضو في منهم جزء محتاج، يعني السورية الفلسطينية ذا، فعلى حسب الاحتياج وعلى حسب نختار المدرس. جميل. كامرأة ناجحة، إيش الكلمة اللي توجهها للمرأة اليمنية؟ أحثهم على أنهم يكملوا تعليمهم. أنا طبعاً بدأت هنا في اللي هم الأمهات اللي جالسين في البيوت وما كملوش تعليمهم، فأحاول أنني أحثهم أنهم يكملوا تعليمهم عن طريق دراسة المنازل، عشان الشهادة مهمة جداً وبالنهاية بتنفعهم بتأسيس أسرتهم، بتكون واقفة ومعها سند، يعني شهادة سند. جميل، رائع جداً. طيب طموحك الشخصي لإيش توصلي؟ طبعا كما قال التعليم اوصل لانني اكون اول مدرسه انترناشونال في ماليزيا، وكمان احس انه اشوف الناتج اللي نعمله الان بطلابنا، يعني من ناحيه التعليم، من ناحيه الاخلاق، الاخلاقيات مهمه جدا. طيب. ونحن شويه نفتقر الجانب الاخلاقي شويه عندنا، يعني يحتاج انه واحد يرفعه. جميل، تمام. السيدة شيماء عبد الله، أشكرك جزيل الشكر، أتمنى لك كل التوفيق. تسلموا، شكرا جزيلا. على عين الراس.